مرحبا بكم متابعينا الأوفياء في كل مكان، نلتقي بكم في هذا البث المباشر هنا من ضواحي مدينة أكادير. فسبحان الخالق تعالى وبركته، بعد سنوات من الجفاف الحياة تعود مجددا إلى مجموعة من المجاري المائية. كما كتشوفوا معنا تدفقات مائية هائلة بعد التساقطات المطرية الأخيرة. الأرض استبشرت خيرا والأرض عادت إليها الحياة من جديد، فبعد طول انتظار فمشهد رائع جدا ومشهد ساحر، مشهد جميل في هذه الصبيحة نتقسمه نحن وإياكم هنا من قلب ضواحي مدينة أكادير. وفي هذا المجرى المائي الذي عادت إليه الحياة بعد طول انتظار، تدفقات مائية رائعة جدا وتدفقات جميلة كما كتشوفوا، اللي كتبين على عظمة الله سبحانه وتعالى، وكتبين أيضا على أن الحياة لا تتوقف وأن الحياة ستعود إلى كل المجاري المائية بقدرة الله سبحانه وتعالى. انتم كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء، كما كتشوفوا معنا هذا المشهد الجميل والرائع هنا من قلب ضواحي مدينة أكادير. صراحة مشهد افتقدناه لسنوات عديدة، إن لم نقل يعني لأشهر عديدة، بعد طول انتظار الحياة مجددا تعود إلى الأرض وتعود إلى الطبيعة. فالحمد لله والشكر لله على نعم الله تعالى المتعددة علينا كما كتشوفوا معنا متابعينا الأوفياء. فالناس اللي عندهم تساقطات المطرية فيصرفونا بالمناطق ديالهم، يصرفونا المناطق اللي فيها التساقطات المطرية، المناطق اللي ربما كنشوفوا فيها اللوحة الربانية الجميلة. فهذه لوحة ربانية جميلة، لوحة رائعة جدا تبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فبعدما كان الكل يظن بأن الجفاف سيستمر وبأن الحياة توقفت فجأة، لكن ولله الحمد الحياة تعود إلى الأرض والحياة تعود إلى أحضن الطبيعة، والمياه تعود إلى مجارها، والحياة تعود إلى هذا المجرى المائي كما كتشوفوا معنا متابعينا الأوفياء في كل مكان. فأنتم كتشوفوا معنا على المباشر هذا المشهد الجميل جدا وهذا المشهد الساحر اللي اشتقنا إليه لسنوات عديدة ولله الحمد. فكنا كنشوفوا يعني فقط القحط والجفاف ولا ماء ولا حياة، لكن ولله الحمد فبعد التساقطات المطرية الحياة عادت مرة أخرى إلى هذه المنطقة ضواحي مدينة أكادير، مع هذه التدفقات المائية الرائعة ومع هذه التدفقات المائية الجميلة، وأنتم الأجمل والأروع الحمد لله والشكر لله. فكان الحمد لله وكنشكروا على النعمة ديال المطر وعلى النعمة ديال التساقطات اللي نعم علينا بها مؤخرا الله سبحانه وتعالى، اللي خلات يعني هاد المشاهد يعني صراحة اللي مشاهد تبعث على الأمل وتبعث على التفاؤل وتبعث على الطمأنينة والسكينة، وبأن المستقبل إن شاء الله سيكون مشرق. فالحمد لله والشكر لله على نعمه الإلهية المتعددة علينا. أنتم كتشوفوا متابعينا الأوفياء صراحة مشاهد جميلة جدا ومشاهد رائعة هنا بين أحضان الطبيعة في هذا المشهد الساحر. فاللهم لك الحمد والشكر لله على نعمة المطر وعلى نعمة الماء، والله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى بعدما فقد الكل أمل في الموسم الفلاحي، هي الحياة تعود إلى أحضان الطبيعة وهي الحياة تتجدد مجددا بين أحضان الطبيعة، لنرى هذه اللوحة الربانية الجميلة، هذه اللوحة الرائعة جدا والتي لم نراها منذ سنوات عديدة. فيعني منذ سنوات عديدة ما شفناش يعني مثل هذا المشهد، ما شفناش يعني مثل هذه التدفقات المائية بهذه الانسيابية وبهذا يعني الكمية الهائلة. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولله الحمد. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك واللهم اجعل هذا الماء مباركا علينا وعلى هذه الأرض السعيدة وعلى هذا الوطن السعيد وعلى هذا الوطن الحبيب إن شاء الله، حتى تدم الخيرات ويذهب البلاء ويذهب الغلاء
ان شاء الله يا رحمن يا رحيم. فهذه هي الدعوات ديالنا متابعينا الاوفياء. فهاد الماء اخي الكريم يعني جاي من منطقه بعيده، فانتم كتشوفوا يعني المجاري المائيه يعني تدفقات رائعه جدا، يعني كما كتشوفوا معنا على المباشر كنشارك معكم يعني هذه اللوحه الرائعه وهذه اللوحه الجميله بين احضان الطبيعه، ولله الحمد فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. انتم كتشوفوا يعني اللوحه الربانيه الرائعه، يعني انتم كتشوفوا يعني الطبيعه الخلابه والمجاري المائيه ويعني الوديان المتدفقه اللي يعني رجعت لها الحياه مره اخرى، وحنا كنشاركوا معكم يعني هذه اللوحه الجميله هنا بين احضان الطبيعه كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر، يعني التدفقات المائيه بعد التساقطات المطريه الاخيره التي انعم الله علينا بها سبحانه وتعالى، واللي حيات الارض بعد الموت ديالها. فهذه ليست مدينه اكادير يا اخي، ضواحي مدينه اكادير وبالضبط يعني على مقربه من تارودانت، يعني كتواجد يعني هذه المنطقه الرائعه وهذه المنطقه الجميله ولله الحمد. فهذه التدفقات المائيه جاءت من اعالي جبال الاطلس بطبيعه الحال ولله الحمد. فتارودانت كلها يعني تدفقات مائيه، كلها مجاري مائيه اللي تم احياؤها سواء بعد الزلزال، وايضا يعني زادت جماليه وروعه واناقه بعدها التساقطات المطريه، والحمد لله والشكر لله على نعمه المطر وعلى التساقطات المطريه، فسبحان الخالق تعالى وبركته الحمد لله كما كتشوفوا معنا على المباشر. فانتم كتشوفوا يعني هذه التدفقات الرائعه متابعينا الاوفياء. فصراحه كما كتشوفوا معنا على المباشر تدفقات جميله جدا ورائعه لمياه الامطار التي بعثت الارض واحيتها من جديد ولله الحمد على خيرات الله سبحانه وتعالى، والله يجعل من بعد كل عسر يسر ومن بعد كل كربة فرج، والحمد لله والشكر لله على هذه النعمة الإلهية وعلى هذه النعمة الربانية اللي جعلت يعني الأرض تحيا بعد موتها كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء في كل مكان. نحييكم من قلب الطبيعة وبين أحضان هذه المجاري المائية التي أحيت الأرض بعد موتها، فالحمد لله والشكر لله على النعمة الإلهية، والحمد لله والشكر لله على هذا المشهد الرباني وعلى هذا المشهد الذي يبين على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. كما كتشوفوا معنا على المباشر ولله الحمد والشكر لله تعالى وبركته. فانتم كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الاوفياء التدفقات المائيه ديال المجاري المائيه بعد امطار الخير والامطار الربانيه اللي يعني جات يعني بالمطر وجاءت بالخيرات الالهيه حتى عمت كل الارض وعمت كل المناطق بدون استثناء كما كتشوفوا معنا على المباشر. فانتم غادي نحاولوا اننا نقربكم بطبيعه الحال يعني من هذه المنطقه رغم الخطوره ديالها كما كتشوفوا، انتم كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الاوفياء في كل مكان يعني التدفقات المائيه الرائعه والتدفقات المائيه والمجاري المائيه التي احيت الارض بعد موتها ولله الحمد. فكما كتشوفوا الله سبحانه وتعالى أحيا الأرض بعد موتها وجعلنا هذه التدفقات المائية الرائعة بعد سنوات عجاف وسنوات من القحط والجفاف وسنوات من الانتظار حتى تم إحياء الأرض بعد موتها ولله الحمد. فالحمد لله والشكر لله على هذه النعمة الربانية وعلى هذه النعمة الإلهية بأن جعل الأرض تبتسم مرة أخرى وتعود إليها الحياة ولله الحمد. فالحمد لله وما أحوجنا للتساقطات المطرية وما أحوجنا
إلى ينابيع مائية هكذا، اللي بطبيعة الحال سيتم استغلالها ولا الحمل حتى تعود على يعني الإنسان بالنفع، والحمد لله والشكر لله على النعمة الإلهية. ف كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء، يعني هذا التدفقات المائية التي أتت بعد الأمطار الأخيرة، يعني شفنا مجموعة ليست فقط يعني هذه الوديان هي التي رجعت إليها الحياة، وإنما مجموعة من الوديان والأنهار على مستوى جهة سوس ماسا عادت إليها الحياة مجددا، ولله الحمد. أنتم كتشوفوا يعني الرحمة الإلهية والرحمة الربانية والقدرة الإلهية، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فنحمده ونشكره صباح مساء، والحمد لله. كما كتشوفوا معنا على المباشر يعني هذا يعني المشهد الرائع والمشهد الجميل جدا هنا من قلب ضواحي مدينة قدير، وعلى مقربة من مدينة تارودانت يتواجد هذا المجرى المائي الذي بعث الحياة إلى هذه المنطقة، ونرى تدفقات مائية بكمية هائلة اللي كتبعث الروح وكتبعث يعني الطمأنينة وتبعث على التفاؤل بأن الغد سيكون مشرق إن شاء الله، وأمطار الخير اللي تهطلت على المنطقة رجعت الحياة للنفوس، ورجعت أيضا الأمل في نفوس الفلاحين اللي يعني كيعتمدوا على أمطار الخير، خاصة في الزراعات السقاوية والزراعات البورية والزراعات المعيشية اللي كتعتمد على الغيث وتعتمد على مثل هذه التساقطات المطرية ولله الحمد. فبعد ما يعني ربما الدولة المغربية قامت بمجموعة من التدابير الاحترازية من أجل المحافظة على الموارد المائية، الله سبحانه وتعالى استجاب للدعوات ديال المسلمين والمؤمنين بربوع المملكة الذين تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى بأمطار الخير وبالغيث، وأنعم علينا بهذه الخيرات الربانية اللي كنشوفوا أمامنا. هذا مشهد صراحة أقل ما يمكن أن يقال عنه بأنه مشهد ولوحة طبيعية خلابة ولوحة ربانية تبين على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ولله الحمد والشكر لله على هذه نعمة المطر اللي كنشوفوا أمامنا. أنتم كتشوفوا يعني التدفقات المائية الهائلة اللي يعني كتبعت على الراحة وعلى الطمأنينة وعلى الارتياح في النفوس، كما كنشوفوا على المباشر متابعينا الأوفياء في كل مكان، ولله الحمد والشكر لله على نعمة المطر وعلى هذه النعمة الإلهية الرائعة، فحمدا شكورا طيبا مباركا فيه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم ارحمنا برحماتك الواسعة. هذه كلها دعوات ديالنا الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك بأن يجدد الرحمات على الأرض ويذهب الغلاء ويذهب البلاء وتعم الخيرات وتعم الطمأنينة والسكينة على هذه الأرض السعيدة إن شاء الله يا رحمن يا رحيم. هذه هي الأمان ديالنا متابعينا الأوفياء في هذا اليوم المبارك بحول الله وتعالى وبركته. فأنتم كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء في كل مكان، يعني هذا المجرى المائي هنا في ضواحي مدينة أكادير صراحة مشهد رائع جدا ومشهد جميل، ونحن نشارك معكم يعني هذه اللوحة الربانية بين أحضان الطبيعة كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر هنا من قلب سوس العالمة، والحمد لله والشكر لله على النعمة الإلهية. كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء في كل مكان، ولله الحمد. أنتم كتشوفوا يعني الرحمة الإلهية بعد أمطار الخير وبعد الرحمات الإلهية التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الأرض لتعيش مجددا يعني على واقع هذا النغمات. لم يتبقى لنا إلا أن نودعكم إن شاء الله، وعلى أمل أن نلتقي بكم في بث مباشر آخر. إلى الملتقى.